السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله، وعلى جميع الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكي يشوف الفيديو أول مرة، ما ينساش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساوش تشجيعاتكم الفيديو فضلا وليس أمرا. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد الطاجين ديال المخ. غادي نحتاج فيه هاد المكونات: بسم الله على بركة الله. كندير هاد الطاجين، كنقطعو هاد الدروة ديال الجمل مكعبات صغار بحال هاد الشكل هذا، كنطيبوه غير بالدروة ديال الجمل. ملي كنقطعو هاد الدروة ديال الجمل درتها في الطاجين وكنحركها حتى كتذوب، كتولي هكا، كتولي هاد السائلة. دابا غادي نضيف ليها هاد البصله وحده كبيره مقطوعه مكعبات صغار، وغادي نخلي هاد البصله شويه حتى تنزل ليا البصله. بعد ما كتنزل لينا البصله شويه، غادي نضيف ليها هاد العطريه، هاد العطريه فيها شويه التحميره، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال بودره ديال الثومه، شويه ديال القزبر مطحون، شويه ديال الابزار، القرقوم البلدي، وشويه ديال الملح، والبصله البودره ديال البصله. غادي نحتاج هاد المكونات هنايا، غادي نضيف لهم واحد الراس المعلقه ديال مطيشه ديال الحك. غادي نحركوا كل شيء هاد المكونات هكا. غادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس، كندمجو كلشي هاد المكونات، ندمجو ليا في هاد الطاجين. ونضيف ليه هاد المخ، هاد المخ كنغسلوه وكنحيدو ليه هاد الخيوط، كيكون فيه بحال الا قلتي الخيوط ديالو ولا ديك القشره اللي كتكون في الفوق، كنحيدوها وكنقطعوها المكعبات الصغار هكا. ضروري يتحيد ليه ديك الجلده شويه ولا ديك الخطوط اللي كيكون فيه، وكنقطعوه المكعبات الصغار وكنضيفوه لهاد الطاجين. غادي نضيف ليه واحد الربع ديال الكاس ديال الماء غليان، دابا غادي نسدو حتى يندمج لينا هاد المكونات. بسم الله، غادي نزيد لي هاد الفلفلة حمراء، وغادي نخلي واحد 10 دقائق ونطفي عليه. بسم الله على بركة الله. بعد ما طاب الطاجين كنضيفو ليه شوية المعدنوس هكا، وراه كيجي زوين. اللي كيشوف الفيديو ما ينساش تشجيعاتكم الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه.